مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من رمضانيات. اليوم بدنا نحكي عن عادة جميلة جدا 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 مشتهرة في دول الخليج العربي، اسمها قريقيعان او حق الليل. طبعا اخواننا في الامارات بسموها حق الليل، في الكويت بسموها قريقيعان او قرقعان. عدد من الدول هيك بتختلف من دولة لدولة. عادة جميلة جدا، أنا كتير مبسوط إنه في عادة زي هيك بتعلم الصغار حب رمضان واستقبال رمضان. تبدأ هاي العادة قبل رمضان 15 يوم بالضبط، 15 شعبان اللي هو منتصف شهر شعبان، يعني قبل 15 يوم من شهر رمضان. وبتبدأ بدايتها بالليل، بيطلعوا الأطفال الصغار بيلبسوا كل إشي عندهم جميل مرتب ولهذا، وبيطلعوا يدقوا على أبواب المنازل حول الحي. أهل الحي بعطوهم حلويات، بكونوا مجهزين هاي الحلويات، شوكولاتة. وطبعا هون لازم ننتبه على أولادنا عشان أسنانهم نفرشيها وعشان السكر اللي بدخل في جسمهم. هحكي عن مشكلة بتواجهنا إحنا هون في كندا وأمريكا والأوروبا يمكن. المهم قرقعان بتبدأ هذه بأغنية مشهورة عند الأطفال لما يدقوا على البيت، بيحكوا أعطونا الله يعطيكم وبيت مكة يوديكم، وفي أغاني كثيرة مشهورة بهذا المناسب. كل طفل، كل حي يمكن أو كل شعب له الأغاني الخاصة، ولكن هذه الأغاني جميلة جدا لما تسمعها من الأطفال بالليل هيك، وتعطيهم الحلا وخليهم مبسوطين. يعني هذه الفرحة اللي بتعطيها للأطفال حتى قبل وصول رمضان بتهيئهم نفسيا لهذا الشهر اللي هو صيامه ليس بالسهل عليهم، خاصة لما يكونوا في بداية الطريق للتعود على صيام رمضان. قرقعان يعني من الشغلات الجميلة جدا لما بتشوف الأطفال هيك ماشيين في نصف الشارع. حتى في وأنا بدور على الموضوع في ويكيبيديا موجودة بالإنجليزي اسمها قرقعون، بتتكلم عن هذا الحالة أو الشيء الجميل اللي بيصير. طبعا زي ما حكينا أنه بيصير بعدد كبير من العراق، الكويت، الإحساء، القطيف، البحرين، الإمارات، قطر، كل ناس بيسموه باسم. مثلا بالبحرين بيسموه قرقعون، بقطر بيسموه قرنقوط، قرنقطو او اشي زي هيك. بعمان له برضه تقليد خاص وبسموه باسم مختلف. فهو بيبدا في ليالي وسط شعبان، خلينا نحكي بالضبط 13 و14 و15، ثلاث ايام عاده بيكون الاطفال بيطلعوا وبتوزع عليهم الحلوى. وطبعا خاصه هي بتبروها صدقات للاطفال وتحبيب منهم بهذا الشهر، وايضا هو لاحياء استقبال رمضان في الحي. وطبعا الأغاني هاي الجميلة اللي بيستخدموها، في ناس برضو بيستخدموا دفوف وطبول لاستقبال هذا الشهر. وطبعا الأطفال عادة بيلبسوا الملابس الشعبية الجميلة والنعال الشعبية، وممكن تكون ألوان مزخرفة خاصة للأطفال. الاسم هذا من وين إجا؟ طبعا هذا الاسم أطلق على كثير مسميات زي ما حكينا، قرقعان، كريكعان، قرقعون، قرعانة، اختلفت تسمية من مناطق لأخرى. زي ما حكيت في الإمارات بسموه حق الليلة اللي هو الاسم المشهور أو حق الله بسموه. عمان يطلق عليه الطلبة، أو السعودية والكويت أجين القرقعان. اختلفت الأسماء من وين أصلها. يقال أن قصل معناها القرقعة هو الضرب على الطبول أو دق البيت، قرقعني أو وجع راسي، قد يكون من هذا القرع من الدق يعني، لكن ممكن يكون من مكان آخر. يقال أنه برضو الشيء المخلوط متعدد الأصناف من المكسرات والحلويات ممكن يسموه قرقعة بأهلهم، وهو الصوت الناتج عن ضرب الأواني كمان والسلال الحاوية للمكسرات هاي لما بكونوا حاملينها بسموه قرقعة، فممكن منها إجا هذه التسمية.
ما معروفة، ولكن هاي العادة يعني زي ما بحكي إنه بتستقبلها العوائل بالأغاني أو الأطفال، قرقعون عادت عليكم بالصيام، أعطونا الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم، يا مكة يا المعمورة. هذه بعض الهاد. أغنية تانية مثلا، سلم يا ولدهم يلا، خليه لأمه يلا، يجيب المكدة ويحطينا وبحضن أمه، يا شفيع الأمة عسى البقعة ما تخمه ولا توازي على أمه. يعني قريقعان قريقعان بين أقصر ورمضان، بين قصير ورمضان، عادت عليكم صيام، كل سنة وكل عام وانتم بخير، و و و. فهذه هي الأغاني الجميلة. طبعا في عنا في نورث أمريكا مشهور في شغلة اسمها الهالوين، قريبة جدا من هذا الموضوع. الأطفال بيطلعوا بس بي 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 بلونوا وجوههم، وكلنا بنعرف شو هو قصة الهالوين. كل عام وانتم بخير مرة تانية، وإن شاء الله نعاد عليكم ونراكم في حلقات قادمة، وبيت مكة يوديكم. سلام للجميع.